أهلا بكم من جديد. قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بمعاقبة رفعت طهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي بالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغ 36,052 جنيها ومبلغا مساويا، فضلا عن معاقبة المتهم الثاني السيد رفاعي أحمد رفاعي المحامي بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 36,052 جنيها وتغريمه مبلغا مماثلا لاتهامهما بالتزوير وتعيين المتهم الثاني رغم صدور حكم قضائي ضده. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الآن إلى مؤتمر صحفي يعقده السيد السفير السعودي بواشنطن عادل الجبير حول الحرب في اليمن وعاصفة الحزمة. لكي نضمن بأن أي شحنة ليست فيها أي أسلحة وأي شيء يدخل أو يخرج من اليمن يتم تفتيشه لكي لا يتم تهريب أي شيء إلى الداخل أو إلى الخارج، ونحن نتواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية ونبحث عن الطرق لتسهيل إمكانياتهم لإرسال المؤن للشعب اليمني وكذلك كيفية دعمنا لهذه الجهود. قلت لديك سؤال ثاني. أعتقد بأن لدينا عملية جارية، أنا متأكد من لدينا هذه العملية جارية، وهذه العملية هي مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني ومبادئ التي يقوم عليها التي حددها الرئيس الشرعي اليمن عبد الرب منصور هادي في مقترحه لعقد اجتماع في الرياض، وهذا هو الأساس الذي سنمضي على أساسه، والشعب اليمني هو الذي يجب أن نستشيره للمضي قدما. وما نعرفه وما ندركه هو أن الحكومة الشرعية اليمنية استفادت من واستخدمت المبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني وحددها الرئيس عبد الرب منصور هادي لمحادثات الرياض. إذن لدينا هذه العملية. السؤال حول القاعدة في شبه الجزيرة العربية. Is reported to have just killed yesterday or in recent days a top AQAT figure. السؤال عن قتل الطائرات من غير طيار لمواطن سعودي في اليمن، وهل تستهدف القوات السعودية القاعدة في شبه الجزيرة العربية؟ نحن نقاتل القاعدة في اليمن وفي كل مكان. العديد من ضباطنا قتلوا من قبل الإرهابيين وكذلك مواطنينا قتلوا من قبل الإرهابيين. نحن نطاردهم ونلاحق كل من يمولهم ومن يبرر أعمالهم، وهذا ما نقوم به منذ سنة 2002، ونفس الشيء ينطبق على اليمن. نحن نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة، لا أستطيع أن أخوض في التفاصيل ما نقوم به في اليمن. نحن حازمون جدا فيما يخص محاربة ودحر القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، ونحن واضحون جدا في هذا الخصوص، ولا أحد عليه أن يشك في قرارنا ولا قرار الولايات المتحدة في ملاحقة القاعدة في شبه الجزيرة العربية. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. اشتكت الأمم المتحدة من أن الطائرات التحالف قصفت المدارس والمستشفيات وأن كميات الطعام لا تصل إلى اليمن، هل يمكنكم أن تجيبوا عن ذلك؟ والسؤال الثاني،
وتصويت البرلمان الباكستاني على عدم إرسال القوات للمشاركة لحماية الحدود السعودية، غير أن رئيس الوزراء شهباز شريف في الرياض اليوم، وإذا ما كان يشارك في مفاوضات حول المشاركة الباكستانية في التحالف. فيما يخص شكاوى الأمم المتحدة، لا أدرك أي واحدة منها تقصد. نحن نعمل مع منظمات الأمم المتحدة ومع المنظمات الإنسانية الدولية لتسهيل الوصول للمواد الإنسانية إلى داخل اليمن. من مصلحتنا أن نضمن تقليل معاناة الشعب اليمني ونعيد اليمن إلى وضعه السابق. أما فيما يخص استهداف المدارس أو المخيمات أو المصانع، الكثير من هذه المعلومات غير صحيحة. لقد كنا حذرين جدا في استهداف الأهداف العسكرية، وحذرين جدا في تقليل الخسائر المدنية. وأعتقد بأن بعض التقارير التي ذكرت في الإعلام كانت خاطئة، وهذا التنويه إلى أن قوات التحالف قصفت مخيمات اللاجئين كانت غير صحيحة، وما قيل عن قصف مصنع حليفي الحديدة كان غير صحيح، وفي الحقيقة الحوثيون هم الذين قصفوها بصواريخ الكاتيوشا. إذن الكثير من المعلومات غير صحيحة. ليس لدينا أي مشكلة في تحقيق أي شخص في هذه الهجمات ضد المدنيين. كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي الذي يعقده السيد السفير السعودي بالواشنطن عادل جبير حول الحرب الدائرة في اليمن. وبهذا المؤتمر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. بعد إقرار الحكومة للتعديلات، محلب يعرض على الرئيس قوانين انتخاب البرلمان. شهيدان وخمسة مصابين في انفجار استهدف تجمعا لطلاب الكلية الحربية باستاد كفر الشيخ. وفي لقاء السيسي بوزير الدفاع السعودي، القاهرة والرياض تستعدان لبحث مناورة استراتيجية كبرى. ولمزيد من المتابعة لأخبار النهار، يمكنكم زيارة موقعنا النهار live.net، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام، ويوتيوب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.